تعالى بقى يا كريم، نروح لخبر حلو جدا. واحنا دايما بنكون فخورين لما بنقرا ان في ابطال بيكونوا منوريننا هنا واتكلموا معانا في بدايه مسيرتهم او حتى في منتصف مسيرتهم، واستمراريه الانتصارات اللي بيحققوها يعني حاجه بجد خلينا كلنا فخورين بيهم. نروح للمصارعه تحديدا اللي احتلت فيها البطله المصريه سمر حمزه لاعبه المنتخب المصري للمصارعه، احتلت المركز الرابع عالميا، بنتكلم في وزن 76 كيلو جرام. ده طبقا للتصنيف طبعا الصادر من الاتحاد الدولي للمصارعة. جاءت سمر في المركز الرابع بمجموع هنا 51100 نقطة، بينما احتلت المركز الأول اللاعبة الأمريكية ماريا أدلاند بمجموع 86400 نقطة. سمر حمزة لو هنتكلم عنها بقى، معلش، هي واحدة من أفضل لاعبات المصارعة النسائية في مصر. بدأت مسيرتها في 2012 علشان تحقق بعد كده ذهبية بطولة الجمهورية اللي كانت 2013. في عام بقى 2014 حققت بطولة إفريقيا للشباب وبطولة البحر المتوسط، وعلى فكرة دول بطولتين تقال جدا. في عام 2016 كمان استطاعت التتويج ببطولة إفريقيا للكبار عشان تتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو اللي كانت في 2016 كمان في الظهور الأولمبي الأول ليها. استطاعت المشاركة في الأولمبياد للمرة الثانية وده في منافسات أولمبياد طوكيو الصيف الماضي. شخصية جميلة جدا، شخصية واثقة من نفسها، وشخصية عندها طموح. ويمكن الحلقة لما كانت معانا كريمة هي قالت أنا لسه عندي كتير جدا أقدمه ولسه عندي أحلام كتيرة جدا. كل التوفيق ليها ونموذج حقيقي مشرف للمرأة المصرية فعلا. صحيح.